شهدت مدينة رام الله عرض أزياء لمصممين فلسطينيين قدموا أحدث ابتكاراتهم من الأثواب النسائية. العرض شذا تميز بتقديم تصميمات لسجناء سياسيين فلسطينيين ما زالوا يقضون عقوبات في السجون الإسرائيلية. إنه العرض الوطني الأول للأزياء في مدينة رام الله، عرض أراد منظموه أن يجسد الوجه المشرق لفلسطين ويظهر إبداعات وأفكار المصممين الشباب بين الحداثة والتقاليد. عرض فلسطيني فكرنا كثير فيه من زمان، إنه يكون مودرن شوية، مش بالتراث ولا بالأمور التقليدية اللي عم بتصير دايماً. عم نحاول إنه نلاقي لفتة كثير حلوة لمجتمعنا الفلسطيني بالاتجاه الآخر طبعاً. ما ميز العرض هي الأزياء التي صممها سجناء سياسيون فلسطينيون ما زالوا يقضون عقوبات في السجون الإسرائيلية، وكانت بصماتهم الفنية حاضرة لتعوض غيابهم. اليوم العرض كمان بتضمن تصاميم لأخوي وهو أسير، تصاميم طلع تصميم جديد اللي هو عباية خليجية يعني مكتوب عليها الأحرف العربية، لأنه يمكن تقدر تحكي أنه فلسطيني ولأول مرة بصير في دعاية هالقد لإشي فلسطيني يعني، وبالأخص لأنه المصممين سجنة فبظن إشي كتير حلو نيجي نعرض له. عادة ما تكون عروض الأزياء الفلسطينية فرصة للاحتفاء بالتراث الفلسطيني، لكن هذا العرض اتسم بالحداثة ولقي رواجاً كبيراً. إحنا الفلكلور الفلسطيني خلينا نقول إنه في جهات كتير غطته، يعني ما فيه نقص، يعني أنا بشعر إنه يعني دائماً لما إحنا بنطلع في فلسطين دائماً بنطلع في يعني بنطلع خلينا نقول في التراث، أوكي؟ هلا هاي دار الأزياء، إحنا يعني دار أزياء، أنا كنت بعطي يعني أنا بحكي للمصمم إنك أنت فكر بحرية، لكن فكر بحرية بطريقة إنها يعني بتتعامل مع ضوابط البلد. على مدى يومين متتاليين اشتمل العرض على تقديم مختلف التصميمات بين فساتين سهرة وزفاف، تصميمات بدأت تشق طريقها لتدخل عالم المنافسة وتشجع على تسويق الأزياء الفلسطينية.